ومن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل يوم، يقول: اللهم إني عبد من عبادك، أخطئ كما يخطئون، وأغضب كما يغضبون، وأجهل كما يجهلون، وإني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فأيما عبد من عبادك سببته أو شتمته أو ضربته أو لعنته أو بهته أو انتفعت بشيء من ماله من غير وجه حله، فلا تعذبني له، تعذبني فيه بل اجعله له مغفرة وطهورا وأجرا وصلاة وزكاة ورحمة وقربة تقرب بها عندك ورفعة ترفعه بها عندك. هذه من مجموعة أحاديث، خلاصة مجموعة أحاديث، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل ويدعو لمن دعا عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما أتى أهله، عائشة رضي الله عنها، بلحم، وقال لها: ائتي بالمدية بالسكين. فجاءت بالسكين وأخذ يقطع اللحم وهي تمسك له، فكأنها غفلت أو لهت بشيء، صارت ما تمسك على المطلوب، فقال لها: ما لك قطع الله يدك؟ من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام، إنها تهاونت بالموضوع هذا، فكأنها استمرت على ما هي عليه، فقال: ما لك؟ قالت: انظر أي يدي تقطع قبل الأخرى، لأنك دعوت عليه. فقال: يا عائشة، أما علمت أني اتخذت عند ربي عهدا؟ فقلت: أيما عبد من عبادك سببته أو شتمته أو لعنته فلا تعذبني فيه بل اجعلها له كفارة ومغفرة وطهورة وأجرا وصلاة ورحمة وقربة. هكذا، فكل مسلم يحتاج إلى هذا المعنى، وأنه يتحلل يوميا من الناس بالحقوق والمعاملات والأعراض، أخطر شيء الغيبة والنميمة والبهت والإساءة، خصوصا بين الأرحام وبين الجيران وبين الإخوان وبين الشركاء، فيتحلل. وإذا خشي أنه يكون على يترتب على الاعتراف بالإساءة أنه يسوء ظن الآخر به، وأنه قد يتشدد ولا يحل ولا يبيح، فإنه يكتفي بالدعاء له والصدقة عنه والاستغفار له والإحسان إليه بما استطاع من وجوه الإحسان، لعله أن يجعل له رصيدا عند الله تعالى يقابل إساءة لهذا يوم القيامة، حتى لا يكون مطلوبا لذا وذاك والآخر والثالث والرابع والخامس. هكذا ولو كان أقرب الناس إليك، وهذا مما يبتلى به في الغالب الأزواج والجيران والشركاء، لأن حالهم متصلة بعضهم ببعض، خصوصا إذا كان عندهم أطفال، فإن الأطفال يتهاوشون ويذهب كل واحد يبكي إلى أهله، ثم تسوء العلاقة بين الجيران ويتشاتمون ويسب بعضهم بعضا ويصطلح الأطفال بعد وقت يسير، وهذه بلية. هكذا الشركاء، قد يطلع أحدهم من الآخر على شيء فيه تساهل أو فيه جرأة وميانة عليه، فيكبر في نفسه يصير عظيم. وهكذا الإخوان، خصوصا مع النساء، إذا كانوا ساكنين ببيت واحد فإن النساء فيهن غيرة، كل واحدة تسيء الأخرى بسبب الغيرة، ثم يترتب هذا يرجع إلى الأزواج ويسيء الأخوان بعضهم الظن بالآخر، وتطول الهجرة والقطيع حتى والعياذ بالله، إنه
ربما لا يحله بعد موته والعياذ بالله. وأنا اطلعت على شيء من هذا حتى والعياذ بالله من سوء الظن بأخيه وكذا كذا، لما قلت لعلك أبحت أخاك، قال لا لو كان في الجنة ما أبيها أنا. هذا يقول مسلم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا معناه أن الشيطان تمكن منه إلى هذه الدرجة، يزهد بكرامة الله علشان طفاس دنيا أو رضا امرأة تكون باغية وظالمة هي بسبب الغيرة، إما إنه جارة له في البيت ولا جارة له في الزوجية. لذلك ينبغي للناس أن يتحفظوا من هذا، فإنه كثير ويجتمع على الإنسان وهو ما يدري، والإنسان ينسى الماضي. الإنسان من طبيعة أنه يذكر الإيجابيات وينسى السلبيات، يذكر الحسنات وينسى السيئات، فلا بد من تدارك هذا قبل فوات الأوان، خصوصا مثلا إذا كان عندك عامل أو شغالة أو سائق أو غير ذلك، فإنه إذا سافر ما تجده مرة أخرى، فيبقى الأمر معلق إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه سيقاد يوم القيامة للشاة القرنة، الشاة الجنحة الجمة من القرنة نطحتها يوما في الدنيا. فإذا كان العدل على هالمستوى بين البهائم، فما الظن به بين بني آدم؟ ما بين بني آدم من المظالم ديوان لا يغفره الله حتى يغفر أهله، لأن الدواوين ثلاثة. ما بينك وبين الله تعالى فيما دون الشرك والكفر، فهذا حري أن الله يغفر، خصوصا إذا تبت توبة النصر، وإذا لم تتب فإن شاء غفره وإن شاء لم يغفر. والثاني ديوان الشرك والكفر، هذا لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه، صاحبه محكوم عليه بالنار، محرمة عليه الجنة والعياذ بالله. والديوان الثالث مظالم الخلق، وهذه موقوفة لا تغفر حتى يغفر أهلها، أو يصنع الظالم إحسانا للمظلوم يرجو أنه يكافئ المظلمة أو يزيد عليها إحسانا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.